الخير. مساء الخير. هاي شاركس. أنا داليا سالم، founder of Peacock Sustainable Designs. مصطفى my business development partner. والنهاردة إحنا معاكم to share الحلم بتاعنا وقصتنا. ابتدت من 3 سنين، أنا كان عندي بيت في قرية تونس في الفيوم، وكنت بحاول أفرش البيت وما لقيتش حاجة مناسبة، وبالصدفة وقعت على جولد ماين اللي هو النخل. الجريد إذا لوكال ماتيريال، بيشتغلوا فيه طبعا ناس حرفيين كتير، وصناعة موجودة من زمان ودلوقتي بطلت واندثرت. وساعتها قررت ان انا اعمل ده البيت، وبعد كده عجبتني قوي الفكره، وبانه عندي باك جراوند اشتغلت مع ان جي اوز وارتيزنز كتير، فاخدت فند وابتديت اعمل بروف اوف كونسبت ان انا ممكن اقدر اعمل فرنتشر، فعالجته وقدرت اطلع منه البيسز دي. وبيكوز اوف ماي باك جراوند، انا كنت في مركز تحديث الصناعه، انا اي نو ذات لو عايز حد عايز يعمل فرق لازم يكون في ماس برودكشن انوفيشن. فضلت اعمل ريسيرش ازاي اقدر احوله لصناعه واقدر انتج منه خشب. احنا كنا في لو مارشي اند وي هاد ريلي هيوج انترست من ناس في الصناعه انه ازاي ده يقدر يدخل في فيدنج اندستريز. طيب خليني ابدا اقول لكم الموضوع بدا منين. احنا بنبدا شغلنا من هنا، ده بيبقى مرمي في كل حته فيها نخل، عاده في كل المزارع، في كل الاماكن اللي فيها زراعات تمور او نخيل بنفس المنظر ده، وبينتهي غالبا بحرايق، بينتهي بمشاكل، بينتهي بويست. خدناه من المرحله دي لغايه المرحله اللي حضراتكم شايفينها، ده بيعدي مراحل كتير جدا، بقالنا سنتين كلها بحث وتطوير. كنا بنشتغل على كيفيه المعالجه، كيفيه التقطيع، ازاي نوصل من ده انه يتحول لمنتج حقيقي ينفع يتعمل بيه صناعه. بدانا الاول بحاجات صغيره، بافكار بسيطه ان احنا نقدر نعمل بيه مفروشات، حاجات فرنتشر او اساس قطعه صغيره. بدانا بعد كده نعمل تجميع للحاجات دي، نوصل لاي حاجه احنا عايزينها نقدر نعمل فيه كل انواع المبل او الموبيليا بنفس التكنيكس اللي معموله دي. اخر مرحله وصلنا لها الحمد لله ان احنا بدانا نصنعه، ندخله كجزء من المكملات او التصنيع الجزئي لصناعه الاخشاب. ده الشكل اللي احنا وصلنا له الاخير. دي الواح خشب عاديه جدا زي اللي في السوق بالظبط، بس طبعا صلابه اعلى، كفاءه احسن، تحمل اكتر. عندنا تكنولوجي متخصص يعني مميزه جدا في معالجه الاخشاب. احنا صرفنا حوالي 2 مليون جنيه في البحث والتطوير عشان نوصل من المرحله دي للمرحله دي. احنا طالبين استثمار 10 مليون جنيه علشان نقدر نعمل الوير هاوس او المصنع اللي نقدر نحول بيه هذا النشاط من صناعه باي بيس او بالقطعه او بقطع صغيره لصناعه اخشاب بحجم معين يقدر يدخل السوق المصري بشكل صناعي 100% و100% منتج مصري بدون اي حاجه ليها علاقه بالدولار او الاستيراد. مقابل كام؟ مقابل 10% من حصه الشركه. انا دي شغلتي، فيعني انت وقعت في حته حظرها وقعت ولا حد اتسمى عليك مشكله. يعني انا مبدئيا عايز اعرف، انتوا بتقولوا انكم انتوا عملتوا ستاديز ولقيتوا ان ده بيستحمل اكتر من الخشب العادي، على اي ستاديز دي؟ في الملف اللي قدام حضراتكم في شهاده من هيئه المواصفات والبناء فيها تقرير لجوده الخشب وتحمله للرطوبه والحراره وكل حاجه. طب هل جربت تلزق عليه فورمايكا؟ بيتلزق عليه اي حاجه من اول ام دي اف الخشب الابلكاش العادي، ويقدر نكمل بيه دهانات، تقطيع، شيبينج، ما فيش مشكله خالص. طب لما اجي اقارنه بالخشب الموسكي؟ اقوى بكتير. طب انا عايزك تحكي لي من البروسيس دي لحد بروسيس اللوح ازاي؟ ملعبك. اوكي، السبلاي تشين بتاعتي بتبتدي من ديلرز بتوع الجريد، ده اللي انا بشتري منه الماده الخام. عملت شويه اجريمنتس مع مزارع على اساس ان انا اقدر اخد منها الجريد بطريقه مباشره. هي الحقيقه انه الجريد بيترمي، يعني ده بيتقلم مره في السنه وبيجيبوا حد يلمه وبيشيل من عليه الشوك وبيروح للديلر، والديلر بيوزعه على ناس بتعمل اقفاص وحاجات بتتحرق وبيستخدموه في التدفئة. السبلاي تشين بتاعي بشتغل مع ناس في الفيوم ودهشور وسقارة، دولت اكتر من 3 مناطق انا اشتغلت معاهم. بعد كده بيتجمع وبيروح عند ارتيزان، لحد بتاع جريد، يعني لينا البروسس بتاعنا، وبعد كده بيتنشف، وبعد كده بيوصل عندي ملفوف 100 جريد. كل 100 جريده
بتوصل عندي. انا باخد الجريد دوت وبنقله لورش. انا بشتغل مع ورش في الألف مسكن ومبابة وبين تريننج دم بقالي 3 سنين. ما فيش نجار عايز يشتغل بحاجة اسمها جريد. يعني اول ما دخلت في جريد قال لي يا مدام انا نجار ما اقدرش اشتغل في حاجة جريد. فده بروسس لغاية لما قدرنا نوصل للتولز اللي تقدر تصنفر الكلام دوت ونوصل بيه للسيمي فينيشد برودكت. وبعد كده بعمله فريزن مع بعض في مولد وبعد كده بضغطه. بعد دوت بيدخل مرحلة ان انا اعمله بولشنج والفينيشنج. وبعد كده ممكن اعمل منه اي حاجة. انا ممكن اقطعه كده، ممكن ادخله مكنة سي ان سي، ممكن اعمل بيه اشكال وات ايفر. في المرحلة ديت احنا بنعمل كلادينج، دي اكتر حاجة يعني احنا انفستد فيها وابتدينا فيها. فهو بيعمل زي اشكال من الجرير، خلينا نقول صوابع منها، وبعد كده بلزقها على لوح ابلاكاج، وهو ده بيبقى الشيت بتاعتي. ده البروسس لغاية الاخر from A to Z. طب انت الكوز بتاعك قد ايه بالنسبة للوح الكونتر؟ حوالي 750 جنيه. ده including الجريد. هي الجريدة سعرها في السوق لو أنا بشتريها غالي، يعني I think لو مع المزارع بتبقى أرخص. الجريدة باتنين جنيه، كل متر بيكلفني 100 جريدة. بس ده كده مش كومباتيتيف مع الام دي اف. بس أنا مش ام دي اف، احنا مش بنقارن بالام دي اف خالص. الناتشرال وود اتس سوليد. أي حاجة ليها علاقة بمسطحات ممكن طبعا يدخل في فرنتشر كأنه موبيليا، في حاجة اكو فريندلي، حاجة بتتصنع جوا البلد. احنا ما بنستوردش اي حاجة، احنا we're depending on zero waste. بنعمل calculation للcarbon emissions. يعني it's a whole industry انه زي مصر ممكن تقدر تستغل الخشب دوت. so ما اقدرش اقارنه بالامدياف. هبكون ظلمته بصراحة. وانت تاخدي الانفستمنت ده تستثمريه في ايه بالظبط؟ طيب قبل ارجع لحضرتك السؤال دوت، احنا لازم اقولك الريسورسز عندنا قد ايه. مصر فيها 40 مليون نخلة، متوسط اللي بيخرج من النخل من الجريد حوالي 15 جريدة في السنة. ده معناه ان احنا عندنا تقريبا 600 مليون جريدة. احنا بنستهلك في الجريدة الواحدة بتبقى تقريبا دبل الحجم اللي احنا بنشتغل بيه، يعني بنتكلم في 1.2 مليار جريدة. ده حجم الريسورسز اللي موجودة ومهدرة في مصر. لو احنا بنشتغل على 10% منها، احنا ممكن نطلع حوالي في الشهر حوالي 10,000 ستارتنج، 10,000 لوح خشب بالمواصفات والمقاسات اللي موجوده في السوق. انت محتاج ايه في المصنع بتاعك؟ محتاج معدات تصنيع كامله، يعني جزء منها ورشه خشب وجزء منها مصنع اخشاب، زائد مخازن مجهزه بشكل معين. عشان احنا مش بنخزن، لو احنا بنشتغل مثلا تصنيع حاجات زي كده هيبقى عندي مخازن قطع سيمي برودكت، يعني منتجات غير تامه او منتجات لسه جايه داخله في مرحله التصنيع. بس كده كده لازم نجهز مخزون عشان اي طلبيه بتجي لنا او اي شغل بنعمله على الشكل اللي احنا فيه دلوقتي ده مش الشكل الصناعي. لازم يكون عندي قطع بتاعته كلها، ما بقاش بطلع الحاجه بالقطعه. احنا هنشتغل احجام كبيره. ده منتج من المنتجات بتاعتنا. في منتج تاني بنشتغل فيه من الجريد او من نفس الموضوع، البوف اللي هناك ده. ده انا بعتبر ده منتج، هيبقى منتج استراتيجي في المخرجات النخل، لانه فعليا ما بيكلفش حاجه خالص. التكلفه بتاعته بسيطه جدا مقارنه بسعر البيع بتاعه. السيتنج بتاعه مريح جدا، يستحمل اي وزن. يعني حضراتكم حبيتوا تجربوه ممكن تتهبدوا عليه براحتكم، مش هيبقى فيه اي مشكله. هتلاقي القعده مريحه، تقدر تقعد عليه فترات طويله. بليز جربوا. هو الكونسبت بتاعه بيجربوا بيا دايما الحاجات اللي فيها دي مهم. انا جربت اللي فيها الديورابيليتي ديت، بيجربوا بيا على طول. انا عايزه اقول لك ان الكونسبت بتاعه انك نفسك عليه رميه جامده عشان تطمن انه المفروض لما تقعد دلوقتي في المكاتب ما يبقاش الكرسي حتى ليه ظهر. يو هولد يور سيلف. لا القعده دي قاعده مريحه، انا عايز هبدا. لا ما انا مش عايزين اصابات. لا هو مريح، بس انا طبعا انا متخيل ممكن يتعمل منه فاريشنز عشان يتعمل منه احجام كتير جدا، الكومفورت والبالانس والحاجات دي. زي البين باجز والحاجات دي، يعني محتاج تخور. ده منتج مناسب جدا في مصر للساحل للبيتش. احكي لنا هو ده معمول من ايه اصلا بقى، لان انت بتقول ده معمول من ولا حاجه. داليا هي اللي مخترعه الموضوع بصراحه. هي النخله في حته اسمها كارينا، وزمان قوي يعني اي يعني انا جدتي كان الصالون بتاعها متنجد كارينا. كارينا هي باخدها وبرده بنشفها وبعمل لها كوتينج، وبعد كده بستخدم ده قماش مصري اسمه قماش دوك، موجود في السوق ومتوفر، وبرده ناتشورال ليذر. فكل حاجه فيه طبيعيه، والكارينا
مش عارفه الوزن بتاعها قد ايه، بس ب 8 جنيه ده هول باك حاجه كده ستاب كده. اوكي. وهي بتاخد يمكن اقل من واحد. مصطفى السبلاي بتاع الجريد اللي انت قلته عليه المليار وشويه، لما بتملتبلاي الجريد الواحده في العدد ده انيول، ده في ده كل سنة. ده كل سنه ومش هيخلص. احنا بحكم ان احنا بنشتغل بقالنا سنين في المبادرات الحكوميه وتشغيل الشباب والاماكن النائيه والحاجات زي كده، نقدر نعمل تعاقد مع محافظه زي محافظه الوادي الجديد مثلا فيها ملايين النخل، ويبقى في مشروع المحافظه بتتبناه او احدى المؤسسات بتاعت المجتمع المدني بتتبناه لتشغيل عماله، ان هم بيجيبوا الجريد وبيسلموه للاريا اللي احنا عايزين نعملها عشان توفر العمليه التصنيعيه بالنسبه لنا، ويبقى احنا بنستهلك بناخد الحاجه بتاعتنا جاهزه من المحافظات على طول. طبعا ده بيوفر في الشحن وبيوفر في الباكينج وفي التخزين بشكل كبير جدا. بس نقل الجريد برضه مكلف جامد. احنا عندنا فكره انه نعمل زي مايكرو فاكتوريز، يعني مختارين 5 مناطق انا زرتهم واشتغلت فيهم ما بين الوادي الجديد وسيوة والفيوم، وتكون كل وحده فيها مكنه اللي هي بتقدر تقطع الجريد وتجففه، ويقدر يوصل في انه زي فكره الستاك، يعني كل 100 جريده واخده نفس الشكل، فكورس ات ويل سيف على الترانسبورتيشن. فكره ممتازه انه اللوجيستيك نمبر 1. التقييم ال 10 مليون في 10% عملتوه ازاي؟ احنا التقييم مبيعاتكم كام دلوقتي؟ ما قلتوش مبيعاتكم كام دلوقتي؟ احنا مبيعاتنا السنه اللي فاتت من الحجم من المنتجات العاديه بتاعتنا حوالي 950,000 جنيه، الجروس مارجن بتاعها 40%. التقييم بتاع الشركه بالبروجكشن اللي احنا عاملينه هو اكشلي ال 10 مليون ده اقل من ده ديسكاونتد فالويشن. الملف اللي قدام حضراتكم هتلاقوا فيه فاينانشال موديل كامل، احنا عاملين نموذج مالي كامل للمشروع لمدة 10 سنين معمولة على الديسكاونتد كاش فلو. ديسكاونتد كاش فلو على بيزنس لسه محققش أرباح بيبقى صعب قوي يتحسب. تمام. الديسكاونتد كاش فلو لازم يكون على بيزنس بقاله على الأقل 5-7 سنين عشان أقدر أستنتج منه اللي جاي. فمش أحسن طريقة إن أنت خلينا نقول بيها. في مصانع أوريدي اتعملت في مصر دلوقتي عشان تنتج أخشاب استثماراتها معدية ال 240 و 280 مليون دولار علشان تنتج حجم معين من الأخشاب. لما جينا نقارن ما بين لو احنا بنفترض ان احنا بننتج على نفس المنتج او المنتج مماثل للأخشاب دي، فاحنا بنتكلم في تقريبا في 7% من التكلفة versus الإنتاج او حجم الإنتاج المتوقع منها. بص مفيش مقارنة من الاثنين. احنا حاجه صغيره جدا بس الفكره ان احنا عندنا اوبورتيونتي كبيره جدا ان احنا نعمل جزء من الماركت حتى لو هو جزء صغير ببروفيتابيلتي عاليه جدا. طيب عشان اجاوب سؤال حضرتك، اليه التقييم عامله ازاي او قيمنا على اساس ايه؟ النهارده لو انا عندي بروجكشن للانتاج، طبعا عمليه الانتاج عمليه ماثيماتيكال جدا، عمليه حسابيه بسيطه جدا. احنا نجحنا قولي احنا ننتج، عملنا التكلفه بتاعتنا، عارفين الخامات بتاعتنا فين، ما عندناش ولا نقطه مش واضحه في عمليه الانتاج. انا بس عايز برضك انبهك على انك انت طالب 100 مره الفالويشن بتاع الشركه كمبيعات، يعني انت بايع ب 950 وطالب فالويشن على 100 مليون جنيه الشركه. انت مقيم شركتك ب 100 مليون جنيه، مقيم الشركه ب 311 مليون. لا هو بيديك ديسكاونت لل 100 بيقول لك، عايز يقول لك هي متخيمه ب 311 كده بيزد على الارقام. انا عامل الديسكاونت ليه؟ عشان ده بروجكشن. انا بس حابب اقول وجهه نظري، دي صناعه محترمه جدا، فكره جباره انك تستخدم حاجات محليه ويست. ده حاجه امبرسيف في وسط هذه الظروف وفي وسط اي ظروف، بس هي التقييم عالي جدا جدا. فايم اوت. انا مستغلي جدا التقييم. طبعا انا بتاع صناعه، انا كل اللي اوعدك بيه ان انا اوفر لك مصنعي، انا عندي كل المكن اللي انت عايزه وكل المكابس اللي انت عايزها بكل المقاسات وكل الكميات، فاقدر اصنع لك حاجتك كلها واديها لك بسعر كويس جدا، بس نتيجه للفالويشن انا اوت. الكلام اللي محمد بيقوله لك ده مهم جدا، لان احمد دايما برضو بيبقى لنا نصايح مهمه قوي في الصناعه، امتى تخش تصنع بنفسك وامتى تصنع لدى الغير لغايه ما توصل لبتاع. فمحمد هيسهل عليك مشوار كبير جدا الحقيقه. انا يمكن لنفس السبب برضو الفالويشن على المبيعات والارقام لسه دازنت ميك سنس بالنسبه لي شويه، فانا اقعد قبل المرحله دي. ممكن اعمل بس رقم سريع، تكلفه الالواح بتاعتنا او البرودكت ده لما يتعمل في شكل شيت بنفس السعر بتاع او نفس المقاسات اللي هي 220 في 244، المفروض لما تتعمل اندستريال هتبقى تكلفته حوالي 400 جنيه. السيلينج برايس بتاعه هيبقى 700 جنيه. فاحنا بنتكلم في جروس فرق 300 جنيه في اللوحه. احنا بيزيكلي كده
بنتكلم في قدره انتاجيه من اول 5000 ل 10000 لوح في الشهر، فده لا لا خلي بالك ال 400 جنيه وال 700 جنيه انت مش هتكسب ال 300 جنيه، انت عندك اللوت اوف كوست. احنا طبعا كلنا ده الجروس، النت بتاعنا هيجي لك 5 7 يعني 7% يعني لا احنا هنوصل في الاخر لحوالي 20% تقريبا، يعني بيزد على الكالكوليشنز اللي احنا او التجارب اللي احنا عملناها فعليا او اللي اشتغلنا بيه الفتره اللي فاتت، دي الارقام اللي احنا حققناها على سمول نون اندستريال سكيل. انت ما بتحسبش الفاينانس بقى، ما بتحسبش فيه ارقام كده، ما بتحسبهاش الموديل يعني. عشان كده الموديل اللي احنا عاملينه، احنا عاملين فاينانشال موديل كامل، مش مش دراسه يعني، مش ارقام بيزكس كده، لا احنا عاملين كل حاجه بالضرايب بالحسابات بالكوستنج بالمرتبات، يعني فول فاينانشال موديل معمول مع دراسه محترمه بنك من الفاينانشال موديل. انا اوعدك هقعد معاك اكتر 4 بيفهموا في الشغلانه دي في مصر، وهنقعد ندرس معاك الموضوع ده كفايه علينا من دلوقتي، والدو اور بس ان احنا ننجحها يعني. بيرفكت، ثانك يو. طب انا برضو اوت عشان الفالويشن عاليه جدا، بس برضو نصيحه للمستقبل للفالويشن، انت ممكن تحسبوا الكاربن كريديتس اللي هتطلعوا من ورا الاوبريشن، وده المفروض يزود لكم الفالويشن بتاعتكم. اوكي سمعت. انا اوت، بعتذر لكم. احنا بنشكركم جدا، ثانك يو. شكرا. انا في اوفر هقوله لكم، لو هتعملوا في الوادي الجديد واحده واحده انا انفست معاكم فيها. الوادي الجديد تحديدا؟ لا اي مكان بره القاهره او بره في اي مناسبه، حته يكون فيها جريد كتير، فيقلل نقلل اللوجيستيك. احنا الفيوم بالنسبه لنا، الفيوم بالنسبه لنا الفيوم تمام 100% تمام ان شاء الله. ده كده فيري جود ريزلت. شكرا لك، ميرسي لك، شكرا جدا، برافو عليك، ان شاء الله. انت ده تقدر تعمل منه فرنتشر؟ ده يقدر يخش منه فرنتشر لو عرفت اعمل سطح كلين، يعني ما يحصلوش اي زبزبه، يعني كل الكونتر فشل ليه في مصر؟ لازقينه، عشان الكونتر بيبقى ملزوق كده، وبعدين مع الوقت بيجي يحصل له يعني دي فورميشن. فاحنا الشغل بنحب الام دي اف عشان فلات سيرفيس ما بيحصلوش حاجه، فلو ده بقى فضل فلات هيبقى بيرفكت. اهلا شاركس، انا علاء من الاقصر، مؤسس لهاب ارتس، عندي شغف كبير للحضاره المصريه القديمه والفنون والحرف اليدويه، وعندي حلم ان احنا يكون عندنا منتج مصري بنصدره للعالم، صناعه مصريه بيعكس تراثنا وحضارتنا. علشان كده اسست هاب ارتس، وهدفها بتعيد احياء الحرف المصريه القديمه بشكل معاصر، تصاميم عصريه وجوده عاليه مستوحاه من الحضاره المصريه القديمه. القصة بدأت وأنا عندي 11 سنة، لما كنت بشوف الفنان وإزاي هو بيشكل من الحجر قطعة فنية، وإزاي بنستخدم الأدوات المصرية اللي كان المصري القديم بيستخدمها. صناعة المرمر والألبستر ده فن مصري قديم بقاله أكتر من 4500 سنة، والفن ده لسه موجود لحد دلوقتي في الأقصر، بس للأسف الفن ده بيتعرض للانقراض والاندثار. عدد كبير جدا من الحرفيين بدأوا يسيبوا الفن ده عشان بيعتمد على السياحة، فمن هنا بدأنا نشوف إزاي ناخد من الشكل التقليدي للشكل المعاصر. ساعتها سافرت القاهرة وبدأت أدرس بيزنس وريادة أعمال عشان أقدر أحول الفن الحلم ده لحاجة فعلا حقيقية. إحنا دلوقتي حد ما قدرت إن إحنا عندنا دلوقتي 7 من الحرفيين الفنانين عندهم مدربهم على أعلى مستوى، وقدرنا إن إحنا نطور الفن ده من الحاجة التقليدية لحاجة المعاصرة. إحنا دلوقتي موجودين في المتحف المصري الكبير، وعندنا فرصة إن إحنا نصدر، وبالفعل بدأنا نصدر بره مصر. إحنا بنطلب تمويل 5 مليون جنيه مقابل 7%، وده يساعدنا إن إحنا نكبر الورشة بتاع المصنع بتاعنا، ويبقى عندنا كمان مدرسة بندرب عدد كبير جدا من الجيل الجديد عشان نقدر نحافظ على الفن ده. هابو أرتس هي نواة لمدينة للفنون والحرف اليدوية في الأقصر، بتصدر 80% منتجاتها بره مصر. شكرا جدا لك. تعالى انت ايه البرودكت لاين بتاعك، شكله عامل ازاي، ايه اكتر حاجه بتبيع، وكلمنا اكتر حته التصدير دي. طيب بالظبط، احنا عندنا كولكشن مختلف، ده عندنا بنقدر نعمل اباجورات، وعندنا فازات، وعندنا كمان بنقدر نعمل لايتنج مختلف، بنعمل لايتنج على الارض او سواء ابليك وكده. بالنسبه للتصدير، احنا بدانا خدنا خطوات في التصدير، عندنا ريتيلرز بره بيشتروا مننا، شافوا المنتج وعجبهم جدا وبداوا يطلبوا مننا، وعندنا اكسبكتد اوردر كمان خلال الفتره اللي جايه. كام التيرن اوفر بتاعكم؟ التيرن اوفر السنه اللي فاتت 250000 250000 بتاعه خلال السنه دي. يس.
وده كانت سنة نمرة كام؟ ده يعني خلال السنة دي لحد دلوقتي بعد ما خدنا ديل مع المتحف المصري الكبير وبدأنا نصدر بره مصر. يعني دي السنة الأولى؟ يعتبر بالنسبة لنا السنة دي 2022. قلت مبيعاتك كانت 52 ألف، بتعبر عن كم أوردر؟ دي بتعبر عن 1 كلاينت مع المتحف المصري، 2 أوردر بري أوردر للتصدير، 3 مع البي تو سي في اللوكال ماركت. يعني 5 كلاينتس؟ يعتبر 5 كلاينتس. أوكي، ممكن تقولي تقريبا يعني لو بتكلم على الأباجورة مثلا قولي الكوست كام وبتباع بكام؟ عندنا الأباجورة بنبيعها ب 2400 دلوقتي في السوق، وده سعر عاملينه مخفض. طبعا في التصدير السعر هيكون اعلى من كده. احنا بنحقق 40% من 30 ل 40% مارج. نت ولا جروس؟ ده نت. وشايف الجروس بتاعك هيجي ازاي؟ يعني انت ما حجيت حسبت الفالويشن دي، حسبته على اي اساس؟ الفالويشن علشان احنا دلوقتي عندنا اكسبكتد الفتره اللي جايه في اوردرز، لان احنا بالفعل بدانا موجودين دلوقتي في المتحف المصري الكبير، كمان هنبقى موجودين بره مصر، فاحنا خدنا خطوات بالفعل في التصدير، فده هيساعدنا كبير جدا ان احنا يبقى عندنا في المبيعات خلال السنوات اللي جايه. يعني انت متوقع تبيع بكام السنين اللي جايه؟ السنه اللي جايه 3 مليون، والسنه اللي بعدها 11 مليون. السنه اللي جايه مش عالي شويه من 250 الف ل 3 مليون في السنه؟ هقول لك. اوكي، السؤال حلو جدا. ده بسبب ان احنا اللي حققنا اكتر من 50% من الريفينيو خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. وبالفعل احنا عرضنا في امريكا وجالنا اوردر، واحنا محتاجين الانفستمنت علشان نكبر الكاباسيتي بتاعتنا ونقدر ناخد بشكل اكبر بره مصر. انت ايه التولز اللي بتستعملها عشان تشغل في الرخام؟ طيب، احنا اولا المنتج بتاعنا مستدام، فبنستخدم نفس الادوات المصري القديم كان بيستخدمها، كلها ادوات تقليديه، مش حاجات ما فيهاش تكنولوجي. بس الاعتماد على العماله اليدويه والفن ما هياش سهل انك تعمل كل الجروس ده بسهوله. عندنا في الاقصر عندنا فنانين عدد كبير جدا، ويمكن قريه كامله قائمه على الفن والحرفه دي، فاحنا عندنا كمان هننشئ مدرسه ان احنا ندرب كمان شباب ينضموا معانا. والكلام ده ما ينفعش يتعمل بتكنولوجي زي مكان ووتر جيت، زي خراطه، زي ممكن في جزء بيبقى منه يتعمل خراطه، وفي جزء طبعا بيبقى مهم جدا بيتعمل يدوي، لان طبيعه الحجر نفسه ما مستحملش الحاجات القويه عليه. انا شايف انه صعب قوي هيبقى بالنسبه لك من غير ما تعتمد على تكنولوجي وتعتمد على العماله اليدويه انك تقدر توصل لكل الارقام دي. الارقام طموحه جدا على البرودكت ميكس اللي انا شايفه والثلاثة اربع كلاينتس اللي انت بتتعامل معاهم. احنا عندنا كمان كلاينتس تانيين هنتعامل معهم، يعني عندنا في السوق لما جالنا عرضنا بره وجالنا كلاينتس، فاحنا محتاجين يكون عندنا الكباستي اللي احنا نقدر نصنع منتجات نقدر نسد بيها الكوانتيتيز اللي هم طالبينها. فعندنا ريتيلرز ودول بياخدوا بكميات، وفي عندنا هول سيلرز برضو بره مصر، فما بدأناش معهم في أي ديل لحد دلوقتي إلا لما يكون عندنا الكباستي اللي تساعدنا نقدر نعمل كده. بس أنت الفاليويشن بتاعك عالي قوي قوي قوي، يعني أنت النهاردة عشان تطلب الفاليويشن ده أنت طالب فاليويشن حوالي 60 مليون جنيه ل100% من الشركة. فأنت كده لو قلنا أن أنت بتعمل 30% أنت محتاج مبيعاتك النهاردة على الأقل 40-50 مليون جنيه، وأنت مبيعاتك 250 ألف جنيه، قول السنة الجاية 11 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، السنة اللي بعديها 11 مليون جنيه. فأنت بعيد قوي على الفالويشن. أنا بجد يعني بشجعك جدا في المشروع بتاعك، أنا شايف أن جزء كبير جدا أن مصر لازم ترجع وتعمل براندنج مظبوط لكل الحرف قبل ما تندثر زي ما انت بتقول كده. فانا بشجعك، ولكن انا حاسس ان البيزنس موديل نفسه مش موجود، فانا عن نفسي ام اوت يعني. شكرا. محتاج تغيير في منتجات، يبقى في اختلاف شويه عن السوق، يكون في التاريخ بتاعنا برضو، في مودرن ارت على المستقبل. لما اتنين، محتاج حد بتاع ماركتنج قوي يقدر يوديك لمكان تاني. اوكي. كانت تحت تسويقيه. تمام. فانا بليف الاثنين دول هم رئيسيين معاك، خاطر ايه؟ يعمل تغيير معاك في الشغل. بالظبط. اما بالنسبه انا برضو انا اوت من العمليه دي. شكرا جدا ليك، بشكرك. بص انا عاجبني قوي الحاجات، بس انا برضو عندي نقطه معينه، ان الحاجات دي موجوده اللي هي مش يدويه، علشان الالاباستر دلوقتي اللي هو بيتعمل بالمكن وكل الكلام ده، في منه حاجات كتيره بتبقى شبه الحاجات دي.
تاني حاجة اللي أنا بس عايزة أقول لك عليها قبل ما تدخل في موضوع التصدير، لازم تشوف الأسواق برا، يبقى في بيزنس بلان أقوى من كده شوية، كام كاستمرز اللي عايزين، الكوست بتاع الشحنة دي إيه، الحاجات دي أنت قلت سهلت قوي إنها تتكسر، الشيبينج، كل الكلام ده لازم يتحط في الحسبان قبل ما تقول إن المارجن بتاعك 30-40% وقبل ما تحط الفاليويشن ده. طيب بس حلو كده. انا ام اوت انا كمان، احنا فعلا حاسبين الكوست واحنا عملنا ده وفعلا صدرنا، انا مش بقول ان احنا ما صدرناش، احنا فعلا صدرنا وعندنا كلاينتس وعندنا كلاينتس كمان عايزين، فده الهدف. احنا برضه عندنا شركات. حلو. مش شرط انت تصدر مره او اتنين، لا كويس. انت بتتكلم على ايه؟ انت عندك خطه طموحه. تمام. خطه طموحه لازم تحط لها خطه، لو صدرت مره او اتنين مش هي القصه. تمام. نقطه ازاي تعمل الفوليوم باللي انت عاوزه عشان يديك العائد اللي انت عاوزه. اوكي. انت يعني نموذج فعلا مشرف، كمل في اللي انت بتعمله، انا قلقي الوحيد من حجم الماركت هنا ومن قدرتك على انك تقلبه انتو ماس برودكشن اكتر شويه، لانك معتمد على الحرفه اليدويه اللي هي حاجه عظيمه جدا، وكمل برضو في دعم ده. بس ازاي هتعرف بقى توفق ما بين السكيلينج وانك تكبر وفي نفس الوقت تحافظ على الحرفيه والهاند ميد والحته المميزه اللي عندك ديت؟ فانا الان شويه من الطموح في الجروث، فانا الاسباب ديت انا كمان اوت. شكرا. انا برضك اوت مينلي علشان هي حرفه يدويه وانا ما اقدرش اعتمد على ناس في ان تعمل التيرن اوفر ده كله، لكن انت لو عندك استعداد انك تحولها الى تكنولوجي انت ممكن تجيلي وانا ممكن اوفر لك مكان بمساحه 1000 متر ومكان ليزر ووتر جيت وكل الكلام ده، واشتغل معاك على انك تحولها الى تكنولوجي ويبقى ده هب بالنسبه لك للتصدير. اوكي. شكرا. شكرا علاء. شكرا. شكرا ولا ايه؟ ده لازم تروح له علاء. هو فرصه جامده جدا عشان هو ده المجال بتاعه وعنده سوق بره كويس جدا، وممكن يبقى الفكره بتاعته مع ان انت يبقى عندك لاين هاند ميد ولاين تاني معمول مميكن وتقدر تعمله مع بعض اكسبانشن كويس. انا شايف ان دي فرصه كويسه. المميكن ممكن يصرف على الهاند ميد، يعني ممكن يعني تجي لي اجهزك تيجي هنا بعد سنه تعمل بيتش يخشوا معاك. اوكي. شكرا جدا. برافو جدا. برافو جدا. ولد مشرف. اصلا انا اول ما ابتديت كان ابويا عنده ورشه في وسط البلد، الصنايعيه دول ما بتعرفش تشغل. صح. لو جالك اوردر جامد مع زبون جامد نوت سكيلبل خالص. Thank you.